أكدت الخارجية الصينية أن العلاقات الدبلوماسية مع مصر والتي بدأت في عام 1956 كانت الذروة الأولى لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية. وذكرت الخارجية الصينية أن العلاقات بين الصين وجامعة الدول العربية بدأت بعد إقامة علاقتها الدبلوماسية مع مصر، حيث فتحت الجامعة مكتبها في الصين عام 1993، ووقعت وزارة الخارجية الصينية مذكرة التفاهم بشأن إنشاء آلية المشاورات السياسية مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عام 1999، وعينت الصين السفير الصيني لدى مصر مندوبا صينيا لدى جامعة الدول العربية في أكتوبر من عام 2005، وأقامت وزارة الخارجية الصينية آلية الحوار السياسي والاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في يونيو من عام 2015.